المجمعات الإبداع اللي موجودة غير المجمعات اللي موجودة في بقية المناطق. يعني احنا في 8 مجمعات في الجامعات المصرية زائد مجمعات إبداع موجودة في برج العرب وأسيوط. المجمعات دي موجودة فيها ناس بتستقبل الأفراد مش الشركات. يعني الأول هو بيجي لي على إن هو راجل صاحب فكرة، رائد أعمال عنده فكرة، بنبتدي نخش معاه في السايكل بتاعة التدريب اللي انا قلت لك عليه، نعمل له حاجه اسمها ايديشن كامب، نخلي الفكره بتاعته دي تقدر تتكتب على ورقه، وبعد كده نقول له طيب تعالى اعلمك ازاي تسعرها، تعالى اعلمك ازاي تعمل لها ماركتنج بلان وهكذا. الفتره دي كلها بنسميها فتره ما قبل الاحتضان، اللي هو لسه بنعلمه يعني ايه رياده اعمال. بعد كده بيبقى المجمعات الإبداعية اللي عندنا، المجمعات الإبداعية اللي موجودة دي بتعمل مرحلة احتضان للفكرة. يعني إيه؟ بيجي يقول لك تعال اقعد عندي، أنا هصرف عليك لمدة مثلا 6 أشهر لغاية ما توصل لمرحلة إن أنت يبقى عندك بروتوتايب، عندك نموذج للفكرة بتاعتك، نموذج للمنتج بتاعك. طبعا بعد إيه؟ إن هو يدرس المقوي، دي فكرة فعلا وليها سوق وهكذا. أول ما بقى عنده بروتوتايب، عنده نموذج يقدر يوريه للناس، ها، بنشتغل معاه على الحتة بتاعت التسويق وإن هو يبتدي يعمل شركته. أول ما بقى عنده شركة، لحاجة بتقوليها بقى إن شركة خارجية تيجي تدعمه، دي حاجة اسمها مرحلة إن أنت بتعملي ماتش ميكنج مع الشركات اللي هي اسمها في سيز، اللي هي بتحط فلوس في الشركات الناشئة، أو التمويل الملائكي اللي هو الإنجل كابيتال، اللي هو طيب خلاص الراجل ده عنده فكرة وعنده شركة بتاعته فردية، وبيجي يقف قدام، بنجيب له مجموعة من الناس اللي هي بتضخ فلوس. وطبعا بقى موجود، بقى بيزنس كبير في مصر، بقى يعني ناس كبيرة وأسماء كبيرة جدا بقت بتقعد بتروح تشوف الأفكار دي. احنا بنعمل الماتش ميكنج ده، موضوع ان احنا نوصلهم ببعض، فبيقعد وبيطرح فكرته بكل التفاصيل بتاعتها اللي احنا علمناه ازاي يعملها، يعمل ماركتنج ليها، يعمل تسويق ليها، والناس اللي قاعده بتقول لا انا شايف ان الفكره دي كويسه فانا هاجي واحط فيها فلوس، بيبتدي يشتري جزء من الشركه دي. لا تسي ان هو مثلا الشركه دي، دي امثله يعني، ب200,000 جنيه، هيقول انا هحط فيها، هاخد 20% من الشركه، فهحط للراجل ده رقم معين، بقى هو موجود في الشركه والشركه دي بتكبر معاه. ال 20,000 جنيه اللي هو حطهم دول، لو الشركه دي بقى قيمتها السوقيه 1,000,000 جنيه، يبقى هو ليه 20% من المليار. ودي فكره التمويل الملائكي او الفينشر كابيتال كمان. فاحنا بناخد القصه ايه يعني طول رحله رياده الاعمال الى ان نوصله ان هو شركه ناشئه ومعمول لها قصه التمويل من الملائكي او الفينشر كابيتال.